البعض هنا بيتكلم عن ان قد تكون حاله التركيز الكبيره جدا عموما. يعني انا برضو لو تجيب لنا سمير لو سمحت التمرين، تحس ان برضو لاعبين بيحاولوا يطلعوا من الضغط يا كريم، بمعنى ان احنا شايفين بعض الهزار في بدايه التمرين. اعتقد ان ده شيء رائع جدا وشيء بيطلع اللاعبين من الضغط اللي عليهم، اللي هي اللحظات البدايه في التمرين. الخبرات مهمة جدا يا كابتن اسلام، وعندنا عدد الحقيقة من لاعبي النادي الاهلي وكباتن الفريق اصحاب خبرة وعارفين امتى يكون في وقت التهريج وامتى يكون في وقت الفرحة وامتى بقى الجد يكون متواجد. هي يمكن في لقطة مهمة جدا في البداية، طبعا اكيد بنهني محمد شريف يمكن قدوم مولوده الجديد شريف محمد شريف، ويمكن كانت في لقطة مع كل لعيبة النادي الاهلي حيوه طبعا. أيوة. كالعادة طبعا اي حد بيكون عيد ميلاده متواجد اللعيبة كلها بتحيي في لقطة طبعا معتادة من كل لعيبة النادي الاهلي على نظام اوروبا. الحقيقة محمد شريف يمكن كل اللعيبة حيته في بداية المران، لكن مجرد ما بيتسو موسيماني صفر بدايه المران الكل دخل في مرحله التركيز ومرحله الجديه الكبيره جدا المعتاده على فريق النادي الاهلي. انت عارف يا كابتن اسلام وباكد على الخبره الكبيره، وانت يمكن حضرت اكثر من نهائي وحضرت مباريات عديده جدا، لازم يكون في هزار بسيط ولازم يكون في هدوء شويه، وده الدور الكبير الحقيقه اللي بيقوم بكل كباتن فريق النادي الاهلي. لعيبه الكبار بتكلم لعيبه الصغيره، الكل بيتكلم، ما حدش يا كابتن اسلام ما بيتكلمش غير على المباراه، ما حدش ما بيتكلمش غير على اسعاد الجمهور. 90 دقيقه مش عايزين نروح لابعد من كده. كل الحقيقه اللعيبه بتركز في هذا الامر مع الجهاز الفني بالكامل، مع المحاضرات الحقيقه اللي بيبقى فيها حماس كبير جدا من الكابتن سيد عبد الحفيظ اللي ليه دور كبير جدا مع فريق النادي الاهلي ومع اللاعبين الكبار وكل اللعيبه. الحقيقه كلماته بتكون مؤثره جدا، وجود الكابتن الخطيب باستمرار بيطمن على اللعيبه، يكون متواجد معاهم في المطعم في اللوبي في الباص في الملعب، كل الامور دي الحقيقه واصله للعيبه بشكل كبير. عشان كده بقول لك كابتن اسلام حاله التركيز كبيره جدا والحماس موجود بشكل كبير جدا، مطمنانا والثقه موجوده، لكن بناكد في كل مره ثقه بحذر كبير جدا، لان الحقيقه كايزر الشيفز فريق مميز وعنده امكانيات وعنده مدير فني مميز جدا، فلابد الشغل يكون كبير وايضا كمان يكون الشغل اكبر من بيتسو موسيماني. الامور يا رب يا رب يا كابتن اسلام ان شاء الله تستمر بهذا الشكل اللي ماشي عليه الحقيقه الجهاز الفني مع لعيبه النادي الاهلي. التوفيق لو معانا كابتن اسلام الامور هتكون مختلفه بشكل كبير ونقدر نحرز هدف واثنين وثلاثه، ويا رب القادم يكون افضل ان شاء الله للنادي الاهلي.